اهلا بحضراتكم، وهذه التغطيه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز، والبدايه ستكون مع ملف التغيرات المناخيه. استمر سريان التحذيرات الطارئة في مناطق من جنوب شرق أستراليا بعد أن أثرت الفيضانات والتي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي استمرت أياما على ثلاث ولايات. هذا وحظرت السلطات في فيكتوريا وجنوب نيو ساوث والمناطق الشمالية من ولاية تسمانيا من الفيضانات، وذلك بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية الأسبوع الماضي إلى هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق البلاد. وعلى الرغم من انحسار مياه الفيضانات في بعض المناطق، فقد أشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى أن الأسوأ لم يأتي بعد. اجتاحت العواصف جزيرة كريتا اليونانية مما تسبب في فيضان الأنهار وتدفق المياه في الشوارع. هذا وقال مسؤولون إن رجلا غرق، فيما فقد عدد من الأشخاص عقب هذه الفيضانات. هذا وتعمل السلطات على البحث عن المفقودين. قال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين إن مئات السكان في جميع أنحاء لوزون الشمالية أجبروا على الفرار من منازلهم، وذلك بسبب العاصفة الاستوائية. أضاف المجلس أنه تم إجلاء 960 شخصا بشكل احترازي للحفاظ على أرواحهم، ومشيرا إلى أن 350 شخصا يقيمون حاليا في 15 مركزا للإجلاء. أوضح المجلس الفلبيني بأنه قد تضرر 5357 شخص من مقاطعة كادوجان حتى الآن من العاصفة القوية. من جانبه قال رئيس الفلبيني إن إدارته تراقب عن كثب تحركات العاصفة، ومؤكدا أن الحكومة جاهزة للتعامل مع تداعيات العاصفة. يحظى مؤتمر كوب 27 متعدد الأطراف الذي ستستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ، يحظى بزخم دولي وسياسي كبير بسبب أهمية هذه القضية والتحدي الذي يشهده العالم كله حاليا دون التفرقة ما بين الدول النامية والدول المتقدمة. المزيد حول استضافة مصر لمؤتمر المناخ مع زميل كريم حاتم، نتابع. أهلا بكم. تتجه الأنظار نحو قمة المناخ كوب 27 التي يشارك فيها قادة العالم ومسؤولون رفيع المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره الآلاف من النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم، حيث يعد أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم وعلى مستوى الأمم المتحدة، حيث يحظى بزخم دولي وسياسي كبير جدا بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم كله. ويأتي اهتمام مصر باستضافة مؤتمر تغير المناخ لعدة أسباب رئيسية، أولها دورها القوي في التفاوض الدولي على مستوى اتفاقية تغير المناخ، ودورها المهم أيضا على مستوى المجموعة الإفريقية، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس إفريقي يقود القارة للتوصل إلى مبادرتين، الأولى للتكيف مع تغير المناخ والأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة. كما أن استضافة مصر لقمة المناخ يعد تعبيرا عن الإرادة السياسية المصرية للتعامل العلمي الجاد والموضوعي مع أخطر التهديدات التي تواجه العالم وبالأخص القارة الإفريقية، حيث تضع مصر حقوق القارة السمراء والدول النامية في الصدارة. وتضع مصر خلال قمة شرم الشيخ العالم أمام الأطر التنفيذية لمواجهة
قضية التغيرات المناخية باعتبارها قضية تهم البشرية، حيث سيتم التحرك من خلال عدة محاور أبرزها خفض الانبعاثات لتكون هناك أرقام ومستهدفات واضحة على مستوى العالم، بالإضافة إلى موضوع التكيف مع تغير المناخ وموضوع التمويل ووجود آلية لتوفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى ضرورة تبني آلية للتقييم والمتابعة للتأكد من أن ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه. وعملت الدولة المصرية على تعزيز جهودها لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية من خلال عدة محاور، حيث أطلقت استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعدد الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين، حيث تعمل الاستراتيجية على تحقيق 5 أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصاد مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والأثار السلبية المرتبطة به، فضلا عن تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية. كما قامت مصر خلال الفترة الماضية بالعديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر التي جاءت ضمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتنقل النظيف، والتي تتضمن مشروعات التوسع في خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع وخطي المونوريل ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة ومشروعات حماية السواحل الشمالية ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي. كما أطلقت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، كما سيقوم القطاع الخاص بإطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120 و200 مليون دولار، إلى جانب جهود صندوق مصر السيادية للاستثمار والتنمية في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، كما تم إطلاق برنامج نوفي الذي يستهدف الترويج لقائمة مشروعات خضراء أعنتها الحكومة في قطاعات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول أهمية قمة المناخ بشرم الشيخ وجهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية. شكرا لكم على طيب المتابعة. للمزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا هاتفيا دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة. دكتور علاء، أرحب بحضرتك معنا في هذه التغطية الإخبارية. دكتور علاء، من الواضح أن العالم يمر بعدد من الأزمات، من أهم هذه الأزمات التي تشغل بال الكثير هي قضية التغيرات المناخية، منها طبعا هطول الأمطار الغزيرة، ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، منها طبعا أدى إلى عدد من الحرائق في عدد من الدول الأوروبية والعديد أيضا من دول العالم، وحتى عدد كبير من الفيضانات. من وجهة نظرك دكتور علاء، ما هي العوامل التي ساعدت في ازدياد حدة هذه الأزمة؟ الحقيقة حضرتك، هو طبعا ما يشهده العالم من تغيرات جوية كثيرة جدا متطرفة، ما بين زي ما حضرتك تفضلتي ما بين سيول وأمطار شديدة إلى جفاف وحرائق غابات وارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى في العالم، كل هذا بيثبت بالدليل القاطع أن هناك تغيرات مناخية، وتغيرات مناخية ما حدث في السنوات القليلة الماضية هي تسارع في التداعيات التغيرات المناخية. يعني احنا شفنا أن ارتفاع درجة حرارة الأرض أدى إلى تغيرات في منذ بداية الثورة الصناعية، ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة يؤكد بالدليل القاطع والدامغ أن ألا وهو أن التغيرات المناخية هي حقيقة مؤكدة، وبالتالي لابد للمجتمع الدولي ككل أن هو يعمل سويا حتى يمكن أن نواجه هذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها، علشان خاطر لمصلحة هذا الكوكب ومصلحة البشر. فطبعا حضرتك الكلام ده يؤكد تماما أن ما حدث في الفترة الأخيرة ما هي إلا تداعيات للتغيرات المناخية. صحيح، حتى أن العالم الآن يمكن أصبح يدرك يعني أثار هذه القضية بشكل كبير حتى كل الفئات العمرية.
رأينا قبل طبعا هذه المداخلة مع حضرتك دكتور علاء تقرير طبعا عن مؤتمر المناخ كوب 27 الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، ومدى أهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالتحديد. يمكن كان كما تدرك حضرتك الدول الإفريقية هي من أكثر الدول تأثرا من هذه التغيرات المناخية، لكن هي الأقل سببا في إحداث كل هذه التغيرات المناخية. من وجهة نظرك أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت، وكيف من الممكن أن يحقق نوع من العدالة المناخية بالنسبة للدول الإفريقية؟ حضرتك لمستي موضوع هام جدا، ألا وهو أن دول الأفريقية ودول نامية كثيرة يعني ستتحمل خسائر وستتحمل آثار السلبية للتغيرات المناخية، بالرغم أن هذا لا يتماشى ولا يتناسب مع مساهمتها في الانبعاثات الكربونية وأيضا مسؤوليتها في التسبب في التغير المناخي كناحية تاريخية كمسؤولية تاريخية. أعتقد حضرتك ما سيحدث في كوب 27 مؤتمر الأطراف 27 في شرم الشيخ إن شاء الله هو أن سيتم مناقشة موضوع الخسارة والضرر. موضوع الخسارة والضرر وهو ما تطالب به الدول النامية منذ فترة، إن هي يتم يعني تقدير قيمة الخسائر التي ستحدث للاقتصاديات هذه الدول بجراء التغيرات المناخية وتداعياتها ما بعد مرحلة التكيف والتأقلم، بمعنى أن هيحاولوا كل الدول بتحاول هي يعني تتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، ولكن في النهاية سيكون هناك خسائر وأضرار أبعد من التكيف لا يمكن التكيف معه، وبالتالي ستقوم الدول النامية طبعا بالرئاسة المصرية للمؤتمر بفتح هذا الموضوع وهذا الملف الشائك حتى يمكن للدول النامية أن هي تحصل على تعويضات من بسبب عدم وجود مسؤولية تاريخية لهذه للأضرار بتاعة التغير المناخي. وفي الفترة اللي فاتت حضرتك يعني كان هناك بعض المساهمات الرمزية من بعض الدول مثل النرويج واسكتلندا وأحد الأقاليم في بلجيكا إن هم ساهموا في الصندوق للخسارة والضرر للدول النامية، وإن كانت هي مساهمات قليلة جدا ولكن يعني الرمز بتاعها رمز كبير جدا، ألا وهي أن الدول المتقدمة الغنية بدأت في تدريجيا يعني في الاعتراف بالمسؤولية التاريخية من الأضرار الخاصة بالتغيرات المناخية للدول النامية. طيب نحن نتحدث عن مسألة التعويضات، ويمكن كما ذكر السيد الرئيس في المؤتمرات السابقة نقطة هامة، وهي أن نريد أن ننتقل بهذا المؤتمر كوب 27 من مرحلة العهد إلى مرحلة العمل والتنفيذ. إلى أي مدى ممكن أن يساعد طبعا مؤتمر كوب 27 المنعقد في شهر نوفمبر طبعا القادم في ضمان تنفيذ اتفاقية طبعا التمويل من قبل الدول الأوروبية والدول الصناعية المتقدمة لهذه الدول؟ وهل هذا الحل من وجهة نظر حضرتك دكتور علاء هو كفيل للحد من يعني تخفيف حدة هذه الأزمة بشكل كبير؟ حضرتك هو بينعقد مؤتمر شرم الشيخ مؤتمر الأطراف 27 كوب 27 في ظروف صعبة جدا، لأن احنا يعني في فترة التعافي ما بعد الكوفيد 19 والدول في مرحلة التعافي خارجة هناك تضخم يعني كبير على مستوى العالم، ودول كثيرة اقتصادياتها يعني أصبحت يعني تحتاج إلى تعافي علشان ترجع إلى سابقة كوفيد 19، ثم الأزمة الأوكرانية الروسية وما تبع ذلك من ارتفاع في أسعار المحروقات وارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأولية إلى آخره. وبالتالي بينعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف وتحديات صعبة جدا، وطبعا الناس كلها بتبص للرئاسة المصرية على أساس أن أعتقد أن إن شاء الله هيكون لها دور كبير جدا في طبعا أن المجتمع الدولي كله يجتمع في على طاولة واحدة علشان نحول الوعود إلى تنفيذ على أرض الواقع. أهم حاجة زي ما حضرتك تفضلتي هو وجود حاجتين، هو أول كل شيء هو التمويل المناخي. التمويل المناخي مهم جدا، لأن دون أن يكون هناك أن الدول المتقدمة أن تفي بوعودها في تقديم التمويل بخاصة في التكيف الأدابتيشن، لأن مهم جدا حركة الدول النامية
مرارا وتكرارا كانت دايما بتطلب من الدول المتقدمه زياده التمويل المناخي في مجال التكيف، ان التكيف مرتبط بالناحيه التنمويه في الدول اكثر وتحقيق اهداف التنميه المستدامه للاس دي جي. فبالتالي اعتقد ان شاء الله ان الملف الخاص بالتمويل المناخي هيتفتح في كوب 27 يعني طبعا برئاده وقياده الرئاسه المصريه. الملف الاخر زي ما قلت لحضرتك هو موضوع الخساره والضرر. الدول الناميه بتتطلع الى ان يكون هذا ايضا من الموضوعات المطروحه حتى يمكن ان يعني ان يحدث نوع من انواع العداله المناخيه عن طريق ان الدول المتقدمه يعني تقدر تساعد الدول الناميه اللي مش هتقدر، لن يكون لها نصيب كبير في التكيف، وهيكون لسه في بعض الخسائر وبعض الاضرار، وبالتالي لابد من تعويضها. طيب خلينا نتكلم برضو عن نقطة غاية في الأهمية، وهي جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في طبعا الانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة. رأينا عدد كبير من إقامة المشاريع في الفترة الماضية. الدولة المصرية كان دائما لها نظرة استباقية ونظرة ثاقبة في هذا الموضوع، أهلتها بشكل كبير لمواجهة هذه التحديات وهذه المشاكل المناخية. كيف من الممكن في البداية طبعا كيف تقرأ كل هذه الجهود وأهميتها في هذه المرحلة، يمكن حتى بعد أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي تضرب بظلالها على العديد من دول العالم، ليس فقط على مصر لكن حتى على الدول المتقدمة والصناعية؟ كيف من الممكن أن تكون مصر واجهت هذه الأزمة بشكل كبير وفي نفس الوقت الحفاظ على معادلات نمو إيجابية؟ والآن مع مسألة التغيرات المناخية رأينا مصر يعني تزيد من كفاءة الطاقة، موضوع المونوريل، هناك العديد من المشاريع لمجابهة كل هذه التغيرات. جهود مصر وكيف من الممكن أن تستفيد الدول الأخرى من قمة المناخ في تبادل الخبرات الناجحة؟ طبعا حضرتك هو في السنوات القليلة الماضية الحقيقة الدولة المصرية يعني خطت خطوات كبيرة جدا طبعا في مجال الاقتصاد الأخضر وفي مجال يعني كيف يمكن أن يكون هناك نموا اقتصاديا لا يعني ما يبقاش بيزيد من استخدامات الطاقة التقليدية من وقود أحفوري وبترول وغاز، ولكن اتجاه أكثر إلى الطاقة الجديدة ومتجددة زي الطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين. السنوات الأخيرة الماضية يعني الناس في الباحثين زي كده في هذه الحالة بنتتبع النمو الاقتصادي المصري وبنشوف كيف يمكن أن زاد الدخل القومي المصري في حين أن استهلاك مصر بالنسبة لزيادة هذا الإنتاج وهذا الدخل القومي لم يصاحبه تلوث بنفس هذه المنبعثات بنفس هذه الـ يعني النسب والمستوى. وده طبعا حاجة مهمة جدا في الاقتصاد ان احنا بنقول ان هذا يعني دليل كبير وهذا مؤشر كبير على ان الدولة المصرية تتجه الى الاقتصاد الاخضر. ده نمرة واحد. نمرة اثنين اتجاه مصر حضرتك الى الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الخطوة الاستباقية اللي مصر اخذتها في موضوع الهيدروجين الاخضر كانت سباقة في المنطقة وكانت سباقة في قارة أفريقيا في إن احنا نعمل مشروع يعني عملاق في قناة في داخل الهيئة الاقتصادية قناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر. طبعا ده هذه هي طفرة الحقيقة، طفرة كبيرة جدا تكنولوجية وطفرة أيضا في قضية مواجهة التغيرات المناخية. ومش كده وبس، احنا بنتكلم على توقيم صناعة جديدة جدا وما يترتب عليها من بحث وتطوير وإلى آخره. فالحقيقة الدولة المصرية في السنوات الأخيرة يعني السابقة خطت خطوات غير عادية في اللحاق بالركب التطوير وال يعني وما يحدث من حولنا عشان نكون دايما سباقين ونكون دايما احنا رائدين فيما نفعل. طبعا أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا طبعا دكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. أفادت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في نيجيريا بأن الفيضانات واسعة النطاق قد أودت بحياة أكثر من 500 شخص وغمرت نحو 90 ألف منزل بالمياه، كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود. وفي بيان ذكرت الوزارتان النيجيريتان بأن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من أصل 36،
وأثرت على نحو 1,400,000 شخص. من جانبها أوضحت السلطات النيجيرية أن الفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، ومضيفة أنها تزايدت منذ أوائل الصيف وتفاقمت أيضا بعد تسريب المياه من سد الأكدو في الكاميرون المجاورة. تعهد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية. قال الوزير إن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات والذي تعهد به رئيسه الفرنسي سينعقد الشهر المقبل، ومعربا عن أمله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية والبعيدة الأمد. يأتي هذا مع تقديرات جديدة تفيد بأن باكستان ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار من أجل التعافي بعد الفيضانات المدمرة. تراجع منسوب المياه في نهر مسيسيبي إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات جراء شح الأمطار لفترة طويلة، ما أربك حركة الملاحة باتجاه خليج المكسيك والتي تشكل محورا أساسيا للاقتصاد والصادرات الأمريكية. يقوم سلاح والهندسة في الجيش الأمريكي بعمليات تجريف طارئة من أجل السماح بعبور المراكب. الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه التغطية الإخبارية، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مجددا نواصل جولتنا الإخبارية، وستكون هذه المرة مع تطورات وآخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية. أعلنت القوات الأوكرانية حالة تأهب الجوي في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من البلاد. تشمل حالة تأهب للغارات الجوية جميع مناطق أوكرانيا تقريبا، بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على بلدة بخموت الشرقية الاستراتيجية. هذا وأوضح زيلينسكي بأن الوضع في منطقة دونباس لا يزال صعبا للغاية، ولكنه أكد في الوقت ذاته على صمود قوات بلاده في مواقعها خلال الأيام الأخيرة رغم القصف الروسي. كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن أن بلاده بحاجة إلى جيش رادع من أجل الاستعداد لحرب طويلة الأمد وسط العقوبات التي تهز الاقتصاد الأوروبي. شدد أوربن على ضرورة مواجهة الواقع إذا استمر هذا الوضع، ومنوها بأن اقتصاد القارة يتأثر بالعقوبات وقد يكون الجميع في خطر أكبر.
رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن تكون صناعة الدفاع الروسية غير قادرة على إنتاج ذخائر متطورة بالمعدل الذي تستهلك فيه. أضافت الوزارة أن الهجمات تمثل مزيدا من التدهور في مخزون الصواريخ بعيدة المدى لروسيا، والذي من المرجح أن يحد من قدرتها على ضرب حجم الأهداف والتي يرغبون فيها مستقبلا. قال وزير الدفاع الفرنسي إنه كانت هناك بالفعل دورات تدريبية للجنود الأوكران على مدافع هاودزر، لكن حجم التدريبات سيزداد قليلا الآن. أضاف وزير الدفاع الفرنسي لصحيفة لو باريزيان أن التدريب سيتم على ثلاث مراحل: أولا التدريب العام للمقاتلين، ثم الاحتياجات المحددة التي أبلغ عنها الأوكرانيون من الإمداد اللوجستي، وأخيرا المرحلة الثالثة والتي تتعلق بالتدريب على الأسلحة الموردة إلى الجانب الأوكراني. على مدار الأيام الماضية تبادل المسؤولون الروس والغربيون الاتهامات بشأن تزايد الحديث حول السلاح النووي، وأيضا عن إمكانية استخدام موسكو له في أوكرانيا. المزيد في هذا العرض مع كريم حاتم، نتابع. أهلا بكم. سجال مستمر بين روسيا والغرب جراء الأزمة المستمرة في أوكرانيا يحمل بين الفينية والأخرى تصعيدا من جانب هذا الطرف أو ذاك، بيد أن الحديث عن السلاح النووي بات يكثر مؤخرا من جانب الأطراف كافة. تدريبات روتينية تقوم بها روسيا في مثل هذا الوقت من كل عام لقواتها النووية كانت لتبدو في السابق أمرا اعتياديا، لكن في ظل التهديدات المستمرة من جانب موسكو باستخدام القوى النووية قد ينظر لهذه التدريبات الآن على نحو مغاير. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي وصف التدريبات التي تحمل اسم جروم وستشتمل على مناورات موسعة للقوات النووية الاستراتيجية، بما في ذلك عمليات إطلاق صواريخ باليستية حية، وصفها بأنها روتينية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستراقب التدريبات وفقا لذلك. من جانبه أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولنبرغ أن الحلف سيراقب بدوره عن كثب التدريبات النووية السنوية لروسيا كما دأب منذ عقود، في وقت يستعد الناتو نفسه لتدريبات الجهوزية النووية السنوية والتي أطلق عليها اسم ستادفاست نون. التدريبات النووية لحلف الناتو ستجرى بمشاركة نحو 60 طائرة في طلعات تدريبية فوق بلجيكا وبحر الشمال وبريطانيا، وتشترك فيها 14 دولة بينها أكثر المقاتلات تطورا وقاذفات القنابل طويلة المدى B-52. وأوضحت المتحدثة باسم الناتو أن التدريب يساعد في ضمان بقاء الردع النووي للحلف في أمن وأمان وفاعلية. ويرى مسؤولون غربيون أن الخطاب النووي الروسي وقرار موسكو بالمضي في هذه التدريبات في الوقت الذي تستمر فيه العملية العسكرية في أوكرانيا غير مسؤول، وأن التلويح بالأسلحة النووية للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها غير مسؤول أيضا. بينما يقول الغرب أنه تم التخطيط للتدريب النووي السنوي الذي يجريه الناتو قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، وأن هذا التدريب يجري بشكل دوري في نفس الوقت تقريبا من كل عام منذ أكثر من عقد، مؤكدين أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية عمل متهور ولن يقوم الحلف وحلفائه بالإقدام على ذلك. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لآخر التطورات السجال العسكري والنووي بين روسيا والغرب. نشكر لكم طيب المتابعة. قالت وزارة الدفاع الروسية إن صاروخ أنغرا الفضائي الروسي الخفيف وضع القمر الصناعي كوزموس 2560 في المدار المحدد لصالح الجيش الروسي. أضافت الوزارة في بيانها أنه تم وضع السفينة الفضائية والتي أطلقتها أطقم قوات الفضاء الجوي من المطار الفضائي العسكري في المدار المستهدف في الوقت المقدر هذا، ويتم مرافقتها من قبل الوسائل الأرضية لوزارة الدفاع الروسية. دعت وزارة الخارجية الصينية مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا في أسرع وقت. أشارت الخارجية الصينية إلى أن سفارة البلاد في كييف
مستعدة لتقديم المساعدة في تنظيم المغادرة. أعلنت السلطات الروسية اندلاع حريق في مستودع للنفط في مدينة بلغراد بعد هجوم شنته القوات الأوكرانية. قال حاكم القرية القريب من الحدود الأوكرانية إن المنطقة تعرضت للقصف من الجانب الأوكراني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إحدى القذائف أصابت مستودعا للنفط. أضاف أيضا أن القصف استهدف كذلك إحدى نقاط التفتيش الحدودية. أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل 11 شخصا وبإصابة 15 آخرين إثر هجوم مسلح على ساحة تدريب لأرمية في المنطقة. قالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع أثناء تدريب متطوعين يرغبون في المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث أطلق مسلحان النار على أفراد إحدى الوحدات. هذا وأكدت الوزارة أنه تم القضاء على المسلحين. اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية روسيا بأنها تسعى إلى شق صفوف أوروبا عبر تشجيع تدفق اللاجئين إلى أراضي هذه الدول. أوضحت الوزيرة الألمانية بأن بلادها تجري اتصالات بشكل خاص مع الجمهورية التشيكية ومع سلوفاكيا لإيجاد حلول لمواجهة إعادة تفعيل طريق البلقان، هذا بحكم الأمر الواقع. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بشأن التنازل عن الإجراءات الاقتصادية الخاصة والتي تم فرضها في مارس الماضي ضد الدول والمنظمات والتي تم اعتبارها غير صديقة لروسيا. وبحسب المرسوم الرئاسي لروسيا فإن التدابير الاقتصادية الخاصة تم رفعها أيضا عن عدد من الصناديق الأجنبية وبنوك التنمية. هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات المالية والاقتصادية قد فرضت ضد روسيا عقوبات اقتصادية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي انطلقت في 24 من فبراير الماضي. في المقابل اتخذت روسيا تدابير مضادة ردا على هذه العقوبات. أعلنت شركة بيرن البولندية المشغلة لخط أنابيب نفط دروغبا عن عودة تدفقات النفط الروسي من موسكو إلى برلين عبر الخط إلى كامل طاقتها. كانت شركة بيرن صرحت يوم الأربعاء الماضي بأن تسربا نفطيا قد اكتشف في أحد الفرعين، فيما أعلن مفوض الحكومة البولندية لشؤون البنية التحتية بأن التسرب الذي اكتشف في أحد الفرعين المارين عبر أراضي بولندا من خط أنابيب نفط دروغبا قد وقع نتيجة حادث عرضي وليس تخريبا متعمدا.
لا تزال أزمة الطاقة تلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية في أوروبا، حيث يسعى قادة القارة للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي. في وقت أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي بأن هذه الفكرة لا تزال تثير الانقسام ما بين دول التكتل. مع اقتراب فصل الشتاء يظل أمن الطاقة في أوروبا غير مستقر مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، في وقت يستعد قادة التكتل الأوروبي لقمة جديدة لبحث سبل احتواء تلك الأزمة غير المسبوقة التي تغذي نسب التضخم وتهدد بدفع التكتل إلى الركود. ويسعى قادة أوروبا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي، في وقت أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي بأن تلك الفكرة لا تزال تثير الانقسام بين دول التكتل. وتوازيا مع ذلك، يبحث القادة سبل تنويع مصادر الطاقة لضمان أمن الإمدادات في أوروبا جنبا إلى جنب مع إيجاد حلول مشتركة لأزمة ارتفاع أسعار الطاقة. واحد من تلك الحلول ما يخطط له المستشار الألماني أولاف شولتس ببناء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط محطات الغاز المسال في إسبانيا والبرتغال مع بلاده، إلى جانب تأكيده بأن حكومته ستواصل استخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة في الشتاء المقبل. في السياق نفسه، ضعفت الحكومة الفرنسية الدعوات إلى ترشيد الطاقة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدة أن الهدف هو خفض إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 10% في العامين المقبلين مقارنة بعام 2019. لمزيد من النقاش والمتابعة ينضم إلينا فين دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، برحب بحضرتك معنا في هذه التغطية. ما زالت الدول الأوروبية ودول التكتل تحاول الوصول إلى تحديد سقف طبعا لأسعار الطاقة وأسعار الغاز في ظل طبعا هذه الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على العديد من الدول الأوروبية والدول الصناعية. يمكن في مقدمة هذه وفي بداية هذه الأزمة كان الجميع يراهن على مسألة توحيد الجهود الأوروبية للوصول إلى اتفاق أو لتخفيف حدة هذه الأزمة، لكن مع فشل قمة براغ وما حدث أيضا في برلين لم يصلوا إلى اتفاق لتحديد سقف الأسعار الغاز، والآن الشارع الأوروبي لم يعد يحتمل مزيد من الأزمات. إلى أين تتجه الأمور في القارة الأوروبية من وجهة نظر حضرتك؟ بداية مرحب بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني طبعا بنشوف النهارده في تصاعد من حدة الاضطراب الشعبي للاتحاد الأوروبي بالكامل للشتاء القادم، بيبتدي يزحف لحظة بلحظة. الأزمة الروسية الأوكرانية بتزداد في حدة تصاعدها، النهارده بنخش بشكل أكبر من الصراع العسكري. يمكن أوبك وضعت تخفيض الإنتاج 2 مليون برميل يوميا، طبعا القى بظلال وطبعا على الاسعار. كل هذه الامور طبعا بتقول ان الامور في الفتره القادمه ستكون اشد صعوبه على الاتحاد الاوروبي او على الشعوب الاوروبيه. اللي النهارده بقى فيه بتشوف ردود افعال اللي من الشعب الاوروبي بيضغط على قادتها. كل هذه الامور بالاضافه الى معدلات التضخم اللي بتشهدها العالم كله، يمكن مش هنقول اوروبا فقط لكن العالم كله، يمكن المتضرر الاكبر الاتحاد الاوروبي. التضرر سلاسل الامداد والتوريد، ويمكن اهم هذه السلاسل طبعا امدادات الغاز الطبيعي اللي بتنزل بشتاء شديد الصعوبه وشديد القسوه على الشعب الاوروبي. طيب، من الواضح أن هناك يمكن أصبح نوع من الانقسام زي ما حضرتك ذكرت ما بين الدول الأوروبية وداخل التكتل الأوروبي، حتى أن ألمانيا تتعارض مع فرنسا بشكل كبير، ويمكن ألمانيا وفرنسا من أوائل الدول التي تعاني بشكل كبير من ارتفاع الأسعار ومن هذه الأزمة. تحدث هنا عن ارتفاع أسعار الغاز، هل من الممكن دكتور محمد أن نشهد نوع من تغيير في الاستراتيجية من قبل الدول الأوروبية أن تلجأ مرة أخرى إلى روسيا في مسألة الغاز؟ احنا بنشوف انقسام النهارده في الاتحاد الاوروبي، 27 دوله اللي بيشملهم الاتحاد الاوروبي غير متفقين. النهارده في تضارب في المصالح، في دول ابتدت يعني تصرح ان الحرب الروسيه الاوكرانيه او حده العقوبات الاقتصاديه بقت عبثيه، اللي طبعا اثارها الاقتصاديه بتدفعها الشعوب الاوروبيه اكثر يمكن من دولتي الصراع اكثر من روسيا نفسها اللي بيتم فرض العقوبات عليها. كل هذه الامور طبعا بتضع ضغوط على القاده الدول الاتحاد الاوروبي. النهارده بقت في مفاضله ما بين البدائل الاصعب اللي احنا مش قادرين يتحصلوا عليها كبديل امداداتهم من الغاز الطبيعي، مع ضغط شعبي لشعوب قاده الدول الاوروبيه
طبعا الشعوب كلها بتعاني النهارده من نقص في سلاسل الامداد، نقص في في الوقود ووقود السيارات. بنشوف النهارده شفنا طوابير على محطات البنزين في فرنسا وفي المانيا، كل هذه تعد ضغوط تنذر ان ممكن تخلق مرحله من التفاوض او ممكن تراجع عن المواقف العدائيه مع الجانب الروسي. النهارده مصلحه الشعوب تتضع قادتها امام الاختيارين ما بين ان هي تكمل في حده الصراع وان هي تبقى طرف في المعادله ما بين روسيا واوكرانيا ومن خلال برضه المزيد من العقوبات او تحديد سقف زي ما هم عاوزين للغاز الطبيعي او النفط الروسي او الرجوع لهذه الامور طبعا. وبنقول كل شعب يدور على مصلحته ان هو يمكن هي ابتدت بالفعل، شفنا المجر خرجت من هذه الازمه، النهارده شفنا صراع او يعني اختلاف ما بين المانيا وفرنسا. اعتقد ان هي يعني مع دخول الشتاء او مع احتزام الازمه ممكن يبقى في خلق لفرصه لبدء التفاوض، او يمكن هو ده الجانب الروسي اللي كان بيخطط اليه، او يمكن هي ورقه الضغط اللي ممكن يستخدمها في الشتاء القادم. صحيح، يمكن زي ما حضرتك ذكرت منذ بدء اندلاع هذه الأزمة طبعا الروسية الأوكرانية ما أدى إلى تفاقم الأمور هو فرض عدد من الإجراءات والحزم الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية من قبل طبعا الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الأوروبية على الجانب الروسي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. هنا دكتور محمد عايز أسأل حضرتك عن تقييم حضرتك طبعا لتعامل كل حكومة من الدول الأوروبية مع هذه الأزمة ومع ارتفاع الأسعار خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، ومن وجهة نظر حضرتك كيف من الممكن أن يعني تتجاوز هذه الدول هذه الأزمة؟ هنا سيكون الحل أو الاعتماد هل على الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل هذه الدول أم على قدرة تحمل كل مواطن في إحدى هذه الدول؟ احنا النهارده الموضوع صعب، يعني صعب جدا على الشعوب الأوروبية. النهارده بنشوف الحكومات ابتدت تتعامل كتوفير بدائل للغاز الروسي طبعا بعد توقف نورد ستريم 1، طبعا مع توفير بدائل الأمور ابتدت بالفعل في توفير بدائل بس غير كافية، بديل الإمداد اليومي اللي كان بيقوم بيه عن طريق خط الغاز الروسي نورد ستريم 1. فكل يمكن هو ده اتجاه، الاتجاه الثاني طبعا فكره الترشيد، وشفنا النهارده تخفيض الاناره في الاماكن العامه وفي المحلات التجاريه الكبيره، شفنا برج ايفل وهو بيطفئ انارته، مدينه فرنسا بالكامل بتطفئ انارتها، كل هذه الامور اعتقد ان هي خطوات محموده. لكن النهارده اما احنا الازمه بتبتدي تشتد، النهارده بنشوف ضغوط شعبيه على القاده الاوروبيين، النهارده بنشوف اسعار الفحم او اسعار الحطب ابتدت تغلى وبقت فيها معدل تضخم كبير جدا، يعني لجأ الشعب الاوروبي الى ان يرجع لقرون الظلام ان يبتدي يدور على التدفئه عن طريق الخشب او الحطب. فكل دي امور تنذر النهارده بمشكله كبيره جدا على القاده الاوروبيين. اعتقد ان يعني هي الامور دي كلها تعد وسائل ضغط، يمكن زي ما رسمتها القياده الروسيه ان هي تستخدم الشتاء سيكون ورقه الضغط على القاده الاوروبيين، على الاقل ان كان ما يبقاش في يخرجوا من معادله الضغط بالعقوبات الاقتصاديه اللي بتزداد يوم بعد يوم، لان طبعا هي البديل الامثل البديل الامن ليهم للاتحاد الاوروبي بكامل ان يبقى في معامله ان هو يتم خروج البترول او النفط الروسي من الصراع المحتدم ما بين اوكرانيا وروسيا. اعتقد ان هي ديت يمكن طوق النجاه اللي ممكن يعبر منه القادة الأوروبيين للأزمة الحالية، واعتقد ان دي ستكون خطوة اللي بنقول لفتح مجال للتفاوض. النهارده طالما الجانب الأوكراني بيلقى دعم متصاعد يوم بعد يوم وعقوبات متصاعدة فهو ده اللي بيطيل في أمد الصراع، وده طبعا في مصلحة الجميع، لا الاتحاد الأوروبي ولا العالم كله النهارده اللي تضرر نتيجة سلاسل الإمداد اللي هي بتتمثل في الغذاء أو الحبوب اللي طبعا بتنذر بمشكلة الغذاء على مستوى العالم، وطبعا مشكلة الطاقة اللي تضرر منها بشكل مباشر طبعا بشكل رئيسي الاتحاد الأوروبي نفسه. طيب دكتور محمد، يمكن هناك عدد من خبراء الاقتصاد صرحوا وقالوا كان يرون أن الأسوأ لم يأتي بعد، من وجهة نظر حضرتك ما هو الأسوأ أو ما هو السيناريو المتوقع في الأيام القادمة على كل دول العالم، لا أتحدث هنا فقط على دول الاتحاد الأوروبي أو حتى على الدول الصناعية المتقدمة، وما هو المخرج من هذه الأزمة؟ خلينا نقول ان في جمله يمكن غابت عن الجميع، النهارده في ظل الازمه وظل يعني بنقول ان في مشكله في الطاقه، اوبك منظمه اوبك قللت او قلصت من انتاجها 2 مليون برميل يوميا، يعني النهارده تقريبا وضعت لنفسها حد للاسعار ان في حدود من 90 ما يقلش عن 100 دولار. نعم. طبعا هو النهارده بتضع يعني خط عريض للاغلب
ان احنا بنقول النهارده ما فكره الراسماليه هي المتسلطه على الوضع الحالي، فكره ان يبقى في مشاركه او تخفيض الاسعار عشان نعدي الازمه دي مش موجوده. فالنهارده يمكن المحرك الاساسي للمعدل التضخم اللي بيشهده العالم واللي بعد كده خلف من وراء الركود والركود التضخمي هو بسبب ارتفاع اسعار الطاقه. فالنهارده كل هذه الامور طبعا بتقول القادم مع دخول الشتاء والحاجه الى التدفئه والحاجه الى الغاز الطبيعي والوقود بتقول ان القادم اسوء. طبعا مع زياده الصراع الروسي الاوكراني وبقى فيه شكل حرب كامله بكامل اركانها، بتقول ان المشكله ستزداد سوء خروج روسيا او من الغاز امدادات الغاز الطبيعي طبعا. او العمليات التخريبيه اللي طالت نورد ستريم 1 خط الانابيب طبعا 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 بتقول ان احنا داخلين على مشكله كبيره وستزيد من الاطراف. فطبعا اذا استمر الوضع على هذا الحال ويمكن ممكن كنت اعتقد مع الضغوط الشعبيه في الجانب في الاتحاد الاوروبي ممكن دكتور محمد وقت تحدث عن خط انابيب نورد ستريم 1 و2 يمكن واحد اوقفته روسيا طبعا من ناحيه التصدير لالمانيا واصلا اثنين كان لا يعمل او واقف للصناعه للصيانه عفوا، من يتحمل تكلفه هذا التدمير وهذا التخريب لخط انابيب نورد ستريم واحد او حتى اثنين؟ طبعا النهارده المشكله اللي بيثبت ان هو عمل تخريب حتى نورد ستريم 2 زي ما حضرتك تفضلت هو ما كانش شغال بالفعل، ونورد ستريم 1 ده هو كان متوقف يعني كان في الاصلاحات اللي قالت عليها في التوربينات روسيا واوقفت التصدير. فاللي احنا كنا بنشوفه حتى من تصاعد الغاز الميثان هو دوت المخزون الاستراتيجي اللي في خط الانابيب نفسه. فالنهارده اللي بيحصل النهارده الخط نفسه تقريبا تم تعبئته بالمياه بالكامل، فكره الاصلاح وخروج المياه واعاده ضخه من جديد عشان يشتغل اعتقد ان اللي ستتحمل تكلفته الدول اللي هي عاوزه الغاز نفسها الدول الاوروبيه هي يمكن هي اعتقد هي ستقوم بالمبادره للاصلاح يعني فكره الاصلاح. لكن تاكيدا على كلامك يمكن دكتور محمد الجانب الروسي اكد بانه سيتحمل تكلفه تصليح هذا الخط نورد ستريم سواء واحد او اثنين معاهدة من قبل طبعا الولايات المتحدة التي يمكن دائما تقول بأنها هي السبب في هذا التدمير أن لا تتعرض مرة أخرى لتدمير هذا الخط. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك. أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات بأن الانخفاض الكبير في مستوى امتلاء مرافق الغاز يرجع إلى خطأ في نقل البيانات. أوضح متحدث الوكالة أنه بسبب الطقس الدافئ لا يتم سحب أي غاز من مرافق التخزين في الوقت الحالي. أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على تراجعات قوية وسط مخاوف من الركود العالمي. وعلى مدار الأسبوع تراجع خام برنت بنسبة 6.4% فيما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 7.6%. وسط مخاوف قوية من الركود العالمي أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على تراجعات قوية مع ضعف الطلب على النفط وخاصة في الصين. وعلى مدار الأسبوع تراجع خام برنت بنسبة 6.4% فيما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 7.6%. وتخلت أسعار النفط عن نصف المكاسب التي سجلتها في الشهر الجاري بفعل تخفيض أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً و400 ألف برميل يومياً في عامي 2022 و2023 على التوالي. وقالت أوبك إن هذا التخفيض يرجع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي واستراتيجية صفر كوفيد التي تنتهجها الصين والتحديات الاقتصادية في الدول الأوروبية. يأتي ذلك في وقت لا تزال السوق تستوعب فيه قراراً أصدرته منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها فيما يعرف باسم أوبك بلس عندما أعلنوا خفضاً بمقدار مليوني برميل يومياً عن أهداف إنتاج النفط. كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط لهذا العام والعام المقبل محذرة من ركود عالمي محتمل. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين دول المجموعة يعني احتمال خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً. وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من تراجع حاد في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية على الرغم من أن مخزونات النفط الخام الأمريكي أكبر من المتوقع.
والآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود استكمال هذه التغطية الإخبارية، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مجددا نواصل جولتنا الإخبارية معكم، ستكون هذه المرة مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية. ذكرت صحيفة ساندي تايمز أن وزير المالية البريطانية الجديد هاند جيرمي سيؤجل التخفيض المقرر للمعدل السيّل لضريبة الدخل لمدة عام واحد، وذلك بعد أن حذرت هيئة الرقابة المالية في البلاد من أن المالية العامة في حالة أسوأ مما كان متوقع. قالت صحيفة إن هاند بحاجة إلى سد فجوة في المالية العامة بقيمة 72 مليار جنيه استرليني. وصف رئيس الأمريكي جو بايدن خطة خفض الضرائب التي تخلت عنها رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأنها خطأ. قال بايدن إنه كان من المتوقع أن تضطر رئيسة الوزراء البريطانية إلى التراجع عن خطط خفض الضرائب بشدة دون تحديد وفر من التكاليف، وذلك بعد أن تسبب اقتراحها في اضطراب أسواق المال العالمية. أعرب بايدن عن قلقه إزاء أن السياسات المالية لدول أخرى قد تضر بالولايات المتحدة وسط التضخم العالمي. هذا وارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان إلى مستويات قياسية، حيث سجل نسبة 6.9 في الفترة من أبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وذلك في أول زيادة تسجل منذ 3 أعوام. أوضحت شركة أبحاث طوكيو تشوكو أن هذا الارتفاع يرجع للصعوبات التي واجهتها الشركات في سداد المساعدات المالية والتي تلقتها من الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. أضافت أيضا بأنهم يشهدون ارتفاعا في حالات الإفلاس منذ أغسطس الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام الناجمة عن ضعف الين مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، ومؤكدة أن إجمالي الالتزامات التي خلفتها الشركات المفلسة قد ارتفع بمعدل 3 مرات إلى نحو 11.70 مليار دولار في 6 أشهر الأخيرة. نقلت صحيفة ذا جابان تايمز عن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كوردو قوله إنه سيلتزم بالتيسير النقدي، ومشيرا إلى عدم تغيير الموقف رغم انخفاض الين في الأسبوع الماضي لأدنى مستوى له في 32 عاما. أوضح أيضا أن بنك اليابان قد اعتبر أنه من المناسب الاستمرار في التيسير النقدي لدعم الاقتصاد الياباني وضمان هدف استقرار الأسعار بطريقة مستدامة ومستقرة. علقت الصحيفة اليابانية أن هذا جاء بعد أن لامس الين أدنى مستوى له منذ أغسطس لعام 1990 عند 148.86 ين مقابل الدولار يوم الجمعة، في الوقت الذي يؤجج فيه التضخم الياباني المخاوف ما بين الأسر.
أكد رئيس البنك المركزي الألماني على ضرورة رفع نسب الفوائد في منطقة اليورو، وذلك بهدف إعادة التضخم إلى هدف 2% على المدى المتوسط. قال المسؤول المصرفي الألماني إنه يجب أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في سياسة التشدد النقدي. جدير بالذكر أيضا أن نسبة الفائدة في منطقة اليورو بلغت 10% في سبتمبر. هذا وتراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الأسبوع، فيما سجل تضخم الأساسي في الولايات المتحدة سجل أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما. على وقع بيانات مخيبة للآمال، تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الأسبوع، حيث أبقت توقعات التضخم المرتفعة المخاوف من أن مسار رفع أسعار الفائدة القوي قد يؤدي إلى ركود. وبحسب بيانات السوق في نهاية أسبوع متقلب، تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز بنحو 2.4%، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع حوالي 3.8%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.34%. وتشير توقعات المستثمرين حالياً إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي من أجل كبح التضخم الذي لا يزال بعيدا جدا عن مستهدفه البالغ 2%. وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما، مما يعزز الآراء القائلة بأن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي. وقد يكون الارتفاع الحاد في توقعات التضخم أمرا مقلقا بالنسبة إلى جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على توجهاته فيما يتعلق بتجديد السياسة النقدية. وفي أحدث تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أشار بعضهم إلى استعدادهم لرفع أسعار الفائدة أعلى مما كان مخططا له في السابق. وقالت أستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إن سعر الفائدة النهائي قد يحتاج لأن يكون أعلى من أجل تهدئة الأسعار، فيما أكد مسؤول ببنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو دعمه القوي لرفع أسعار الفائدة إلى المستويات التقليدية، وإن زيادتها إلى نطاق 4.5% إلى 5% هي النتيجة الأكثر ترجيحاً. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا نهاية هذه التغطية الإخبارية. كنت معكم أنا دانا مدحت على مدار هذه الساعة والنصف. أشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في نشرة 12 ظهراً. ابقوا معنا.